النهائيات يكون المنافسة على البطولة أو الوصول على أقل تقدير للمربع الذهبي من أجل الاستمرار في قيادة المنتخب، وهذا أقل ما نستحقه وأقل ما نعرفه عن قدرات الكرة المصرية. وسموحة يتمسك ببقاء المهدي سليمان ويرفض إغراءات البيع. الكابتن علي ماهر المدير الفني لسموحة يتمسك ببقاء المهدي سليمان حارس المرمى داخل صفوف الفريق في الموسم المقبل رغم تلقي عدد من العروض المغرية للرحيل سواء من أندية محلية أو خليجية. ومعانا على الهاتف عندنا خبر دلوقتي ان في قرار نهائي من حارس المرمى والنجم السابق في النادي الاهلي الكابتن امير عبد الحميد اعلن اعتزاله كره القدم. مساء الخير يا كابتن امير. مساء الخير يا محمد حبيبي، وحشني جدا. انت اكتر وبنسعد بيك دايما في استوديو قناه الاهلي وعلى شاشه قناه الاهلي يا كابتن امير. ربنا يخليك يا محمد، والله الحمد لله يعني بعد طبعا سنين كتير الحمد لله قررت خلاص كابت ربنا ان انا خلاص اعتزل الكره. وطبعا انت عارف انا لعبت في انديه كتير والحمد لله يمكن اكتر حاجه لعبت فيها هو النادي الاهلي. النادي الاهلي بيتي وخدت فيه بطولات كتير جدا من وانا صغير جدا اتربيت فيه، حتى ما بمشي في الشارع دلوقتي امير عبد الحميد معروف ان هو ابن النادي الاهلي بغض النظر عن لعبت في المصري ولعبت في سموحه ودجله. اكيد طبعا اسمك ارتبط بالنادي الاهلي فتره طويله جدا. فالحمد لله يعني انا راضي عن الفتره اللي فاتت دي كلها. وخلاص خدت القرار وان شاء الله باذن الله. ايه السبب يا كابتن امير انك استقريت على القرار ده بشكل نهائي؟ خلينا نقول في حسابات بتبقى كتير قوي حارس المرمى ممكن يستمر لعمر اكبر من متوسط اعمار اللاعبين وقت اعتزالهم، هل الحاله الفنيه، هل الفتنس، الحاله البدنيه، هل العروض التسويقيه المتاحه في الموسم الجديد؟ يعني قول لنا بمنتهى الصراحه، تعودنا منك الصراحه وانت بتتكلم معانا في قناه الاهلي، ايه السبب اللي عشانه او من اجله اتخذت هذا القرار في التوقيت ده؟ هو السبب زي ما قلت لحضرتك الواحد يعني الحمد لله لعبت في انديه كتير وكان في ناس بتحترمني ده وبتحترمني في بتحترم تاريخي وكنت الحمد لله ماشي كويس جدا معاهم، لكن طبعا الفتره الاخيره ما كانش عاجبني الوضع خالص في الكوره عامه الانديه خصوصا الانديه الاخيره اللي لعبت فيها. طبعا ما فيش احترافيه وما فيش تقدير، فطبعا اكيد الحمد لله انا لقيت كبير مع النادي الاهلي وخدت بطولات، فانا لقيت الناس المسؤولين في الانديه الاخيره اللي انا لعبت فيهم سواء الداخليه او في الانتاج الحربي حسيت ان مفيش تقدير من الناس، وطبعا وبرغم ده انا بشكرهم جدا على الفتره اللي انا قضيتها، بشكر طبعا اللي هو عصلان في الداخليه والناس اللي بتكلم عن الانديه الاخيره اللي لعبت فيها وطبعا في الانتاج الحربي مسؤولين في الانتاج الحربي، وبشكر كل الناس اللي انا لعبت معاهم الحمد لله، لكن الفترة الأخيرة ما كانش فيه، حسيت إن الكورة ما بقاش فيها احترافية كويسة، حسيت إن ما فيش الموضوع ما دخل. طب أمير خلينا أتكلم معاك بصراحة، وإحنا دايماً هنعتبر نفسنا كمان أصدقاء قبل ما نكون بنتعامل من خلال علاقتنا في الوسط الرياضي يعني كإعلامي وكنجم رياضي، هتكلم معاك بصراحة شوية، هل دي مشكلة بتواجه أي لاعب أو أي نجم بيخرج من مؤسسة ومنظومة النادي الأهلي اللي بيقال إنها الأقرب إلى النمط الأوروبي في الإدارة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية والقارة الأفريقية، وإنه ده أحياناً بيسبب له مشكلة إنه مش لاقي نفس مستوى الأداء الإداري والتنظيمي والفني في أي تجربة تانية؟ والله انت حضرتك قلت كلام انا نفسي اتكلم فيه اصلا، كنت هتكلم فيه، دي حقيقه للاسف حقيقه فعلا، اي لاعب طلع من النادي الاهلي بيواجه مشاكل كتير جدا، انت اتعودت على في النادي الاهلي على سيستم معين وعلى بمعنى اصح في البلد كده على نظافه، اتعودت على نظافه، لما تروح نادي لازم يبقى نظيف، لازم يبقى محترفين، لازم يبقى الناس ملتزمه، الفتره الاخيره ما حسيتش ده خالص، وللاسف انا مش انا بس، في ناس كتير جدا زمايلي لعبوا في النادي الاهلي في بعض الانديه برضه عانوا من نفس المشكله اللي انا بعاني منها، لكن هو موضوع مش فني خالص، وردا على سؤال حضرتك ان انا كان قدامي ان العب سنتين كمان كوره، وعلى فكره لحد فتره قريبه كان بيجي لي عروض، لكن انا وشايف نفسك فت قادر فنيا وبدنيا انك تكمل. اكيد اكيد والله، بدليل الناس دي كلمتني وكانوا عايزيني، وبعدين لقيت نفسك انت لما الوكيل بتاعك بيتكلم مع الانديه يقول لك طب موضوع السن، السن ايه، انا عندي 39 سنه وقادر ان انا العب، ولسه السنه اللي فاتت كنت بلعب، وبعدين مبرراتهم غريبه جدا، ما تعرفش هم عايزين ايه، يعني انت ما تعرفش هم عايزين ايه، المدربين تبقى محتاجه ايه بالظبط، فلقيت الامور مش موضوع فني خالص، لقيت الامور بتتجه اتجاه تاني خالص، انت للاسف للاسف والله يا محمد في بعض المدربين للاسف بيوصل لها مش كوره، بيوصل لها ان انت ليك اسم فانت بتاخد منه الجو، بتاخد منه الشو، بيوصل لها ان انت ليك اسم فهو ملوش اسم فطبعا يقول لك لا انا مش عايز، بيوصل لها ان انت لما يعني انت شايف ان في مشكله في حسابات مش فنيه على الاطلاق؟ لا خالص فنيه لا، لان دليل ان خلي بالك في ناس محترمه بقى مقدرين ده وكنت عندي عروض، لكن انا لما جيت اخترت قلت لا انا هخلص استخاره
واخد قرار، ربنا يختار لي القرار والحمد لله. ربنا يوفقك طبعا ويكون قرارك ده موفق فيه. اتفضل. انا موفق فيه طبعا الحمد لله، لان انا في الاخر اشتغلت جوه النادي الاهلي جوه بيتي جوه البيت اللي انا اتربيت فيه ومع جمهوري اللي انا بحبه دايما كان في نادي باسم امير عبد الحميد. فانا الحمد لله ان انا ببطل واشتغل في النادي الاهلي، دي حاجه كويسه جدا ليا. وبشكر طبعا كابتن خطيب وبشكر كل المسؤولين في الـ في الـ في الاداره وكابتن خالد بيك وكل الناس اللي هي طبعا دخلتني جوه الاداره. انا ان شاء الله هشتغل في النادي الاهلي، هبقى مدير اكاديميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، وفي نفس الوقت هاخد كورسات بحيث ان انا ان شاء الله باذن الله هبقى مدرب ان شاء الله، وليا طموح كبير ان انا ان شاء الله هبقى مدرب في النادي الاهلي. كويس ان احنا كمان قلت لنا المعلومه دي واختتمت بيها حديثك، لان ده كان هيبقى سؤالي التالي لك يا كابتن امير، انه اخترت ايه في الفتره الجايه والمجال اللي هتبدا تحترفه في العمل بعد ما انهيت مشوارك داخل الملاعب بقرار الاعتزال. نتمنى تكون موفق وتكون اضافه للكيان الفني والاداري داخل النادي الاهلي، ونشوف تجربتك ان شاء الله تكون تجربه جديده من تجارب النجاح لنجوم سابقين اعتزلوا واستمروا في مشوار العطاء داخل النادي الاهلي. بشكرك جدا وبالتوفيق يا كابتن امير. محمد ربنا يخليك، وشكرا جدا جدا للنادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي. بشكرك كابتن امير عبد الحميد حارس المرمى السابق في المنتخب الوطني والنادي الاهلي، واللي اعلن اعتزاله زي ما حضراتكم سمعتم وفي هذا التوقيت، وهيبدا مشوار جديد من العمل مع اكاديميه النادي الاهلي في الشيخ زايد.